زين. أبو عبد العزيز، في دقمة تحت عليها علامة استفهام، إذا تقدر تطقها. أو لحظة، يمكن أنا أقدر. لحظة، في علامة يم الكومنت تحت، مكتوب كومنت يمها علامة استفهام، هذه تضغط عليها. إذا ما صار نجرب مرة ثانية. أو إذا تقدر اطلع ودش مرة ثانية. أنا ما أعرف شلون أسوي انفايت حق أحد. عمي، إذا تقدر اطلع وردش مرة ثانية أنا راح أقدر أسوي انفايت. حلو، لحظة، كنا وصلني. لا، وصلتني أسئلة من ناس ثانيين. الله يعطيكم العافية، بس الحين شلون الطريقة؟ أنا مو عارف. اللي يمها، لا، اللي يمها هذه السهم، ولا بعد اللي يمها أكثر؟ إي أوكي، خلاص الحين عرفت. طلعت أنا اللي كتاب الكويت الرأي الآخر كاهو، ترى وراي أنا الحين عمد الحين الحاضر الحين الحين. الحين بس تسمعني؟ أنا طلعت مو عارف، عيل قاعد أشر على واحدة ثانية. الحين حلو، تمام وياك انا بس إيه وي إيه وياك انا الحين إذا تقدر بس تعدل الكاميرا، لأن هي لما تصير نص يروح تروح نص الشاشة. ايه كذي حلو، زينة. الحين كذي زين مضبوط اوكي ماشي، توكل على الله. كذي. انا اخاف اشيل السماعه بعدين ما اسمع الصوت، فالسبيكر عندي ما اعرف له، هني ماني عارف له، وفي انت عندي اكس هني. اذا شلت السماعة يصير سبيكر هو بروحه. يلا جرب شيل سعني. السماعة شوف اذا اي سمعت سمعنا انت الحين، تمام الحين الصوت. اسمعك، الحين حلو حلو، الحين اسمعك بس كذي الحين. تمام شلون عيل. امورك؟ احسن كذي؟ ايه طالع واضح. تمام، يعطيك توكل على العافية، الله. الحمد لله على السلامة. أول شيء الله نشوف يسلمك راجل السفر، عافيك. نشوف الحين السؤال السوار. ساعة ما الساعة قاعد الإلكترونية بالبيت، ها ما في طلعة كلش. صار لي 12 يوم، وإن شاء الله بعد إن شاء الله تعيش إيه، يوم مو يسحب نفس إن اللي شاء الله. طلعوا يعني واللي يخالفون. لا لا، لازم نلتزم، هذه صح فيها خطورة على الناس وعلى الأهل وعلى المجتمع، صحيح لازم الواحد يلتزم. صحيح. الجدية مطلوبة في كل الأمور. الرولكس، في ناس كاتبين الرولكس هذه. الله يعطيك طبعا العافية. الذكرى هذه أنا ما تبقى حق العيال، هذه حق السنين الجايه، نحطها في كل شيء قبوري نورث يتوثق، عيالنا. كل شيء يتوثق عندك. اي نورث عيالنا ان شاء الله إن شاء الله. باذن والله الله. أنا ما علي لا حجر ولا شيء، بس خلال شهرين ما طلعت إلا مرتين يمكن، يعني حتى ظرف بسيط. فماني عارف الناس اللي يعني ممكن، صح الواحد يحس بملل، بس يعني يشغل نفسه بأي شيء يحبه ممكن يسويه بالبيت، وإذا ما بعد شو تسوي يعني، هذه ولا فرصة إنك تضر انك الناس. صح، فرصة انك تقرا، هذه فرصة للي يحبون القراءة، انك او اللي يحب انه يتعلم شيء جديد، أي مثل شيء اللي كان صح. يتعلم حرفة صغيرة، يتعلم لغة، يتعلم شيء معين هو يحبه، حتى الطبخ. اكو بعض الناس يحبون الطبخ، ما شاء الله قضى صح وقتهم بالطبخ وتفننوا بالطبخ. فعلا. الله يعطيك العافية. اليوم الله مثل يعافيك. ما قلنا بنتكلم عن حقبة من تاريخ الكويت، يمكن في ناس يسمعوا عنها، في ناس يجهلونها تماما، في ناس يعني عندهم نعم بعض المعلومات البسيطة عنها، فودنا يعني نفصل فيها أكثر، لأن وايد ناس يظنون أن تاريخ الكويت سياسي بدأ من المجلس التأسيسي 61، وهو طبعا بدأ قبل ذلك بكثير. نعم فبالبداية احنا يمكن بنركز اكثر على المجلس التشريعي اللي هو صار سنة 38، لكن هذه نعم احنا ممكن نعتبرها حركة الاصلاح الثانية في الكويت. في حركة اصلاح اولى صارت في عام 21 بعد وفاة الشيخ سالم المبارك، واثناء صحيح. تواجد احمد اليابر في السعودية، اجتمعوا الكويتيين في ديوان ناصر البدر وقرروا ان يكون في اصلاح سياسي. فالسؤال الاول، من وين جت لهم الفكرة وليش قرروا هذا القرار؟ يعني هل لهالدرجة مثلا التجار كانوا مهمشين في الفترة السابقة؟ يعني ليش اتخذوا هذا القرار وشنو صار بعدها يعني؟
فحدثنا عن نعم هذه الفترة في عام 21. نعم احنا خلينا نبتدي بشكل سريع، ما نطول في السالفه، بس نبتدي من نشاه الكويت الحقيقه. حلو الكويت نشات على المحبه والتحالف والتضامن والتكافل والمشاركه من البدايه، من 400 سنه واحنا اهل الكويت يعني كانوا يتشاركون في اشياء كثيره، في الحكم السياسي، في التجاره، في توزيع المسؤوليات، في الاختصاص بمهن معينه، في الدعم والكفالة والتكافل الاجتماعي وغير ذلك. كانوا أهل الكويت مع بعض في كل هذه المسائل، ما كان في اختلافات. الاختلافات نادرة جدا في تاريخ الكويت منذ تأسيسها نتكلم احنا. فالقصة المعروفة أن لما جو العتو صار بينهم في البداية نوع من النقاش حول من يدير البلد أو من يتكفل بحماية البلد وإدارتها وقيادتها، بعد ما ضعف حكم آل عريعر في الإحساء أو في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. هذا الموضوع الكل يعرفه والكل سمع عنه، فتم اتخاذ قرار بأن يكون صباح الأول هو أمير للبلاد، هو مسؤول عن إدارة البلاد، هذا واحد. في المقابل على الشعب الكويتي السمع والطاعة، وفي نفس الوقت هناك توزيع للمسؤوليات، توزيع كامل، رغم ان البلد في قبل 400 سنه ما كان فيها شيء يذكر الا ان هناك في مسؤوليات، فمثلا البحر للمجموعه الفلانيه، التجاره مسؤول عنها المجموعه الفلانيه، العلاقات العسكريه والحروب والاداره السياسيه على اسره الصباح ومن يثقون فيهم في هذه المسائل وغير ذلك. فالبدايه كانت بدايه مشاركه. استمر هذا المنهج وهذا الموضوع، استمر لأكثر من 200 سنة لم يتغير أبا عن جد. يأتي حاكم للكويت من أسرة الصباح الكريمة ويحكم البلاد بتوافق مع أهلها وبانسجام كامل مع أهلها ولا في أي خلافات. جاءت فترة حكم الشيخ مبارك الصباح وتغيرت الأمور. هذه الظروف وهذا التاريخ ما نستطيع أن ننكره، حصل ما حصل والكل يعرف ما حصل، ولا داعي للدخول في التفاصيل أو الأسباب والدواء. حصل ما حصل، فهنا أنا أسمي هذه الفترة فترة استثنائية، ليست هي الفترة اللي هي يعني السائدة في الحياة السياسية الكويتية، فترة استثنائية انفرد فيها الشيخ مبارك الصباح رحمه الله بالحكم دون أن يعني يقوم بدور المشاركة السياسية. المشاركة في مسائل أخرى كانت مستمرة، فمثلا القضاء لم ينقطع في أسرة العكساني الكريمة، استمر حتى أيام الشيخ مبارك الصباح. البحر استمر كذلك وغير الأمور الأخرى، فلم تنقطع بعض المسائل الأساسية في تسيير الحياة اليومية، لكن المسائل السياسية والمسائل الأمنية والعسكرية أصبحت فيها انفرادية بشكل كامل، وهناك قرار يعني من أمير إلى الشعب وعليهم الالتزام وانتهى الموضوع، ما في نقاش. تغيرت الأمور حتى في فرض بعض المسائل التجارية كالضريبة ما الضريبة أو غير ذلك على التجار، تغيرت في أيام الشيخ مبارك الصباح، وكان هناك سخط وهناك زعل وهناك هجرة و أنتم تعرفون السالفة، الناس تقرأ والتاريخ موجود ولا داعي للدخول في كل هذه التفاصيل. هجرة الطواويش، نعم أقول هجرة ايه، الطواويش، إيه هجرة الطواويش ايام الشيخ مبارك الصباح، نعم، كبار القوم من الطواويش الكويت، تجار الكويت، واساسها اساس البنيه، لان التاجر وما يملك هو اللي يحرك الوظائف ويحرك الاعمال وهو اللي يستورد وهو اللي يعني يوفر كثير من الامور للبلد، في المقابل هو تاجر ويتاجر ويعني يصنع لنفسه معيشه كريمه. الأمور هذه استمرت حتى فترة الشيخ مبارك. الشيخ مبارك الصباح كان فترته فترة استثنائية، أيضا أعقبتها فترة استثنائية بفترة بسيطة اللي هي فترة ابنيه الشيخ جابر والشيخ سالم بعد وفاة الشيخ سالم، وهي فترة قصيرة، هذه كلها 7 سنوات بعد وفاة الشيخ مبارك أو أقل، 6 سنوات شوية. بعد ذلك انتبه الشعب الكويتي إلى ضرورة أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل تولي الشيخ مبارك.
وايضا هناك تاثيرات خارجيه طبعا اثرت فيهم، فشافوا ان في تغييرات في العالم بشكل عام، وهم يحتكون ويشوفون احنا بلد بحري مطل على البحر، سفر واتصال بالعالم الخارجي، فكانوا يشوفون اشياء كثيره قاعد تحصل وتتغير في العالم، مما يستوجب ان هم ايضا يتغيرون مع هذا الامر. ايضا هناك قاعده اساسيه عمرها 200 سنه من التشاور والتلاحم والاتصال وال يعني اخذ الراي من الجانب الاخر اللي هو الشعب، هذا ما يجب ان احنا نتناساه. فاللي حصل بعد وفاه الشيخ سالم المبارك ان الكويتيين اتفقوا فيما بينهم مثل ما تفضلت، اجتمعوا في اكثر من مناسبه وليس فقط في بيت الوجيه ناصر البدر، ايضا في اماكن اخرى، واتفقوا على ان يكون هناك عوده الى الحياه التشاورية. وحينما جاء الشيخ أحمد الجابر وكان في السعودية كما يعرف الجميع، حينما رجع إلى الكويت بلغ قبل لا يقابل أهل الكويت، بلغ بأن يبون منك أهل الكويت أنك تشكل مجلس يساعدك في الحكم التشاوري. وافق لأن هذا أمر يعني يبون أهل الكويت. ففعلا بعد ما التقى فيهم قالوا له أنت يعني اكبر عيال الصباح سنا، وانت اولى بالحكم من غيرك، واحنا نبايعك بشرط انك تسجل تاسس مجلس او تسمح لنا بتاسيس مجلس. قال على بركه الله، وفعلا تم تشكيل مجلس. هذا المجلس فيما بعد اصبح هو النواه الاولى للتحرك الديمقراطي في الكويت او المسيره الديمقراطيه. الكل يعزو المسيره الديمقراطيه الى عام 21 بعد عند تولي الشيخ احمد الجابر. وما بعد حصلت أشياء كثيرة. فاللي حصل أن هذا المجلس لم يستمر فيه. هذا المجلس كانت مدته أقل من عام، ونشبت بعض الخلافات الجذرية بين أعضائه، وكلهم من وجهاء الكويت ولا نشك في أحد منهم أبدا أو بسيرته. فهذه الخلافات أدت إلى أن يعني ينحل هذا المجلس ما يستمر. اللي حصل طبعا كتجربة سياسية ان لما يجون كبار القوم ويحاورون فيما بينهم ويحاولون ان يخلقون او يصنعون جو سياسي جديد في البلد بمقتضاه يكون هناك علاقة نظامية بين الحاكم والمحكوم وتشاور في الآراء المهمة واتخاذ قرارات تتعلق بمصير البلاد والعباد، ثم تفشل هذه التجربة في مهدها في بدايتها سنة، لا شك أن يكون في النفوس الكثير. فلذلك أهل الكويت ظلوا ساكتين فترة طويلة اللي هي من تقريبا سنة 21 حتى عام 38 اللي هو إنشاء أو فترة بداية المجلس التشريعي الأول. طبعا احنا يا عبد العزيز والمستمعين الكرام، مو معنى ذلك ان من 21 الى 38 ما كان في شيء، لا، حصلت اشياء كثيره. حتى في عهد الشيخ مبارك الصباح حصلت اشياء تنم عن الوعي الكامل للشعب الكويتي والرغبه في التطور وتطوير الحال وتعديل الاوضاع مثل والمشاركه شنو أيام والعلاقه. الشيخ مبارك مثلا؟ مجلس المباركيه اول شيء، مجلس المباركيه يعني ينظر لها على أنها مدرسة تعليمية فقط، لكن في واقع الحال هي حركة تحررية إلى الأمام، حركة لها أبعاد تطوعية سياسية ممكن؟ لها أبعاد. نعم، هي أصبحت يعني الحين الزوار لما يجون الشيخ مبارك الصباح في حينها وين يوديهم؟ في لما كانت المدرسة المباركية موجودة يوديهم المدرسة المباركية، يفتخر فيها يزورونها ويسوون مناسبات ويحتفلون في ساحاتها. فهي لا ينظر لها إلى أنها مدرسة وخلاص، لا، هي الحقيقة خطوة في مسيرة التنمية والتطور والانفتاح والثقافة والديمقراطية وغير ذلك. فالمدرسة المعركية كانت إحدى هذه الخطوات. السؤال قبل لا نروح حق الثلاثينات والمجالس البلدية والتشريعي، المجلس 21 إذا عندك علم في معلومة معينة، هل هو كان أول واحد، أول مجلس أو أول تجربة ديمقراطية في الخليج، ولا سبقها تجربة غيرها يعني بالبحرين أو دول أخرى؟ لأن كان في تجارب أخرى. ما أعتقد أحد سبقنا في الخليج، في منطقة الخليج.
حتى في البحرين لم يكن هناك مجلس، هناك مجلس في البحرين أظن في فترة الأربعينيات أو الخمسينيات بدأ، لكن ليس في فترة الشيخ مبارك أو الشيخ أحمد الجابر. هذه الفترة الحقيقة أيضا مو بس المجلس، إحنا يعني أيضا هناك الجمعية الخيرية، الجمعية الخيرية في عهد الشيخ مبارك الصبح أيضا، وكان لها أثر اجتماعي وأثر سياسي وأثر اقتصادي وأثر يعني لها أبعاد مختلفة. هي لا ينظر لها إلى أنها فقط هي عبارة عن عمل خيري رايحين يجمعون فلوس ويرجعونها على الآخرين، لا، ينظر لها على أنها أول شيء فكرة نبعت من شعب، وهناك نقاش وهناك دراسة للأبعاد، وليست هناك سذاجة أبدا، ليست هناك سذاجة في طرح مثل هذه الأفكار. يعني يكفي أن أحد الذين كانوا قائمين على هذه المدرسة أو الجمعية الخيرية، طبعا هي فرحان فهد الخالد هو المشهور طبعا في هذه المسألة وهو اللي أسس الجمعية، لكن هناك أحد القادمين من خارج البلاد ويعني كان له دور أساسي فيها ما يحتاج ذكر الأسماء، يعني صارت له مشاكل كثيرة، اضطر أن يخرج من الكويت في النهاية، اضطر أن يخرج من الكويت ويعيش في الزوير ويفتح مدرسة أخرى في الزوير وإلى آخره. فالقضية لا ينظر لها على أنها فقط يعني مدرسة ولا جمعية، أيضا هناك المكتبة الأهلية وهناك النادي الأدبي، هذا كله سبق المجلس التأسيسي المجلس التشريعي، صحيح. وكلها حركات تصب في نفس التوجه، أن هناك وعي وهناك رغبة وهناك اهتمام كبير من قبل الشعب والنخبة في الشعب كذلك، ليس فقط عموم الشعب، النخبة هناك اهتمام بأن يكون هناك تنظيم للمجتمع وهناك يعني مشاركة وهناك استشارة وهناك تعاون لتطوير المجتمع بالشكل الأمثل. زين ابو عبد العزيز، الحين انت قلت في مدارس سوا وفي جمعيات نوادي، سؤال يعني خطر نعم على بالي واحنا نتناقش، هل كان في توجه معين، فكر معين قائمين على يعني النخبة اللي انت تكلمت عنهم، هل كانوا يعني يميلون الى فكر معين ولا يعني مجموعة ناس صلاحيين وفقط، يعني ما في شيء يجمعهم يعني؟ والله شوف، هناك يعني شخصية وايد يعني صراحة مهمة في تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي والديني والاجتماعي والعلمي ما شاء الله، اللي هو الشيخ يوسف بن عيسى يوسف بن الجناعي، عيسى معروف. ما شاء اي الله جمع الأدوار كلها السياسية انا اكثر والتجارية واحد لازم والاقتصادية. اعرفه لان مدرستي باسمه كانت يعني. يعني ايوه ما فعلا شاء الله عليه، يعني الحقيقة ترك إرث كبير في التاريخ الكويتي، بصمات كبيرة في التاريخ الكويتي، وأهمها البصمة في موضوع المجلس التشريعي وأحداث المجلس التشريعي، بس ما قبل أيضا كان له دور ومشاركات في الكثير، منها مثلا بلدية الكويت، عرفت شلون؟ فهي ليست النخبة فقط، هي الكويتيين كلهم كانوا يحطون إيدهم في يعني إيد الحكم ويحاولون أن يقدمون شيء جديد للناس، فالمشاركات هذه كانت يعني تأتي ليس فقط من النخبة، النخبة ربما أتت، ولما نقول نخبة نقصد فيهم في ذلك الوقت التجار يمكن أكثر شيء، وبعض مثقفين ممكن. المصلحين المثقفين وأصحاب العلم والمدرسين وغير ذلك، يعني هم باعتبار أنهم أوعى من غيرهم لا أكثر ولا أقل، وإمكانياتهم أفضل من غيرهم، فهم وأشجع وأقوى في أيضا المجتمع، لذلك كان لهم صوت ويحسب لهم حساب في المجتمع أكثر من غيرهم. التحرك هذا مر على أكثر من شغلة، يوسف بن عيسى الله يرحمه، البلدية ومجلس المعارف والمجلس التأسيسي وبالتجارة له شأن، وبالمدارس كان في المباركية وكان في الأحمدية، وكان ما شاء الله في كل شيء كان له دور يعني مهم ومستمر. أيضا هناك شخصيات كان لها دور استمر من فترة العشرينيات وأيضا استمروا إلى فترة الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات وربما بعضهم حتى الستينيات، شخصيات مهمة، أنا ما ودي أركز على الأسماء، حلو تحضرني خلاص. الأسماء في بالي، اي ولكن أخاف إن يعني سبحان الله إيش معنى اي ذكرت انا بس فلان إيش كنت معنى صح. اي في ناس ممكن، لكن احيانا مع سياق الحديث الواحد يخطر في باله اسم، يعني مو مشكله ان شاء الله، يعني ما حد يعني تحسس من هذا الموضوع. انا طبعا بالضبط. سالت السؤال لان حسب ما قريت في مجموعه ممكن نطلق عليهم الاصلاح الديني، كانوا يميلون الى يعني حتى ممكن عبد العزيز الرشيد منهم ويوسف بن عيسى وناس اخرين جايين من برا الكويت مثل الافغاني، وفي مجموعة القوميين العرب، أتوقع هذه المجموعتين كانوا أنشط مجموعتين بالإضافة إلى التجار،
والتجار طبعا احيانا يكونون منضمين الى واحده من هذه الفئتين وشاركوا فيما بعد. بس مثل ما انت قلت، بعد المجلس، بعد مجلس الشورى في عام 21 وقبل المجلس التشريعي 38، في السنه في الثلاثينات يعني سنه 33 صار في مجالس للبلديه وللمعارف. يعني هذه نعم ايضا كانت بدايه او مقدمه للمجلس التشريعي. فشنو صار في هذا نعم الوقت؟ يعني لانه صار خلافات على جلب المدرسين من فلسطين او مصر، فتحديدا شنو المشاكل اللي صارت؟ نعم هذا موضوع المدرسين أظن كان في قبل فترة المجلس التأسيسي، فترة أظن 34 أو 36، هي 36 اللي هي 36 بس فترة، المجالس بدأت من قبل، صح؟ أي مجلس المعارف بدأ أظن بال 31، بال 30 البلدية، بلدية الكويت أو المجلس البلدي، مجلس منتخب على فكرة من سنة الثلاثين، وله دور مهم، قبل فيه الشيخ أحمد الجابر وتعاون معه وله ميزانية. وأول شيء كان في البداية كان شيء غريب جدا، الكويت لها ميزانية سنة الثلاثين 1930، بدأوا بالميزانية وحطوا ميزانية والواردات والصادرات والخارج كذا المصروفات وغيرها، حطوا أول مرة يعني في ميزانية. طبعا ميزانية الكويت في الماضي قبل المجالس هذه كانت عبارة عن الدخل أو الرسوم التي تفرض على التجار من البحر، من مهن البحر، الغوص والسفر. هذه المهن الحكومة خلينا نقول أو الأمير في ذلك الوقت كان يأخذ 4%. 4% هذه يفترض أنها كانت توزع على يعني تسيير الأمور في البلد وعلى ايه مصالح البلد. نعم. نعم ايه اللي حصل في سنة، في بداية المسألة لما اقترحوا البلدية، قالوا على أساس أنه يهونون الأمر على الأمير، قالوا أنه نزيد الـ4% نص بالمئة، النص هذا يعطى للبلدية، للمجلس البلدي، حتى يشرف على العملية كلها بدل ما يشرف عليها القصر الأميري أو الديوان الأميري. فوافق الشيخ أحمد جابر رحمه الله على ذلك وأعطاهم الحرية، وصارت الانتخابات وبدأوا يشتغلون في هذا الأمر. والنص في المئة كان في خلاف على مسألة بسيطة، إنه والله منو اللي يجمع الفلوس؟ فتم التوافق بعد يعني نوع من النقاش والجدال حول القضية هذه، تم الاتفاق على أن نفسهم اللي هم كانوا يجمعون رسوم الـ4% هم نفسهم اللي هم كلهم موظفين عند الشيخ أحمد الجابر، هم نفسهم يجمعون أيضا النصف بالمئة، يأخذون الـ4% حق الديوان الأميري ونصف المئة تعطى للمجلس البلدي لكي يمول ميزانيته ويقوم بالأعمال المطلوبة. هذه في البداية. المجلس المعارف له طريقة ثانية، والمجالس الأخرى لها طريقة ثانية، واستمر مجلس المعارف، دائرة المالية، الصحة، بعدين أشياء كثيرة كلها نشأت، يعني القضاء، دائرة المحاكم، كل هذه نشأت فيما بعد في فترة الشيخ أحمد الجابر قبل المجلس التشريعي وفي أثناء المجلس التشريعي. المجلس التشريعي كان له أثر على إنشاء بعض الدوائر المهمة في البلد، مثل دائرة مثلا المالية أظن في عهد المجلس التشريعي. هذه الحركات هذه كلها تؤكد على نقطة مهمة، نقطة مهمة. اللي شوف هي أنا دائما أصف الخلاف بين الشعب وبين الحاكم في ذلك الوقت، والأزمة اللي وصلت لها موضوع المجلس التشريعي، دائما أقول أن الطرفين يعملان لخدمة الكويت، الطرفين لهم وجهات نظر واختلفوا وتصادموا وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لكن الطرفين مخلصين ويسعون قدر الإمكان إلى الوصول إلى يعني عدالة وإنصاف في المجتمع. هناك دائما من يصطاد في الماء العكر، هؤلاء هم اللي خربوا السالفة، هم اللي يعني أدوا إلى يعني تهييج طرف وطرف مثلا، أو انفعالات معينة أدت إلى سوء فهم أو شيء من هذا القبيل. بس بشكل عام، بشكل عام الطرفين، الطرف الشعبي والطرف الحكومي، كانوا يسعون إلى أن يخدمون البلد وأن يقدمون شيء يحسب لهم في تاريخ الكويت من ناحية المشاركة السياسية وتطوير البلد والعدالة بين المجتمع. هذا الصراع السياسي طبيعي في كل البلدان، يعني تصير بين الأقطاب، صح يعني هذا شيء طبيعي، وإحنا نذكر التاريخ شو اللي صار.
لكن ايضا قبل مجلس 38 يمكن في احداث مهمه صارت ما اعلم مدى دقتها، يقال ان في كتابات كانت تكتب في الصحف العراقيه، كتابات يعني نعم قد تكون يعني ثقيله شوي يعني ضد دوله الكويت او ضد ناس في الكويت. فشنو شنو منو مثلا وراء هذا الشيء، وشنو اللي هل اصلا صحيح ولا مو صحيح، يعني شنو اللي صار بالضبط؟ وايضا تزامن مع هذا الوقت اللي هو اضراب التكاسي في 35 على ما اظن، نعم ويعني ومحمد البراك واللي صار، يعني حتى الانجليز يمكن تدخلوا في هذه السالفه. شنو صار في هذه نعم الفتره قبل ايضا لا ندخل في 38؟ نعم طبعا موضوع الكتابات خارج الكويت وخصوصا في الصحف العراقية، في كتابات كانت موجودة أيام المجلس التشريعي وفي كتابات قبل المجلس التشريعي. وايد ناس يفكرون على أن المجلس أو أعضاء المجلس كانوا هم وراء هذه الكتابات بطريقة أو بأخرى، وأن هذه الكتابات لم تبدأ إلا في عهد المجلس التشريعي، لكن المتتبع عن كثب يجد بأن الكتابات هذه موجودة، والشيخ أحمد الجابر كان يتابعها وكان يفيد فيها المعتمد البريطاني في الكويت ويطلب منه أن يحقق فيها أو يتابع الموضوع وأن يشوف الحكومة العراقية ومن وراء الكتابات وليش يكتبون هالكلام. فالكتابات موجودة، ويعني ما نعرف حقيقة من وراءها بالضبط، ما نعرف بشكل أكيد، ولكن ايام المجلس التشريعي نعم، ايام المجلس التشريعي. طبعا انا ما ودي ادش المجلس التشريعي لان اسئلتي كلها قبل المجلس، فنتكلم عن اللي قبل المجلس. عن اللي قبل مثلا اي تفضلت فيه قبل شويه على موضوع التعليم، ها كان هنا رغبه لما انشئ مجلس المعارف في اعتقد عام 31، لما انشئ المجلس كانت هناك رغبه في استقدام مدرسين عراقيين. هذا كان طلب المجلس نفسه. الشيخ احمد الجابر راى ان ذلك لا، ما نبي احنا من العراق، احنا نبي من مصر. شوف هذا الكلام في سنه الثلاثينات، بدايه الثلاثينيات. اي شوف هذا يدل على وعي، ترى يدل على فكر معين موجود. المجلس يقول انه احنا ما نبي مصريين، العراقيين اقرب لنا جغرافيا واقرب لنا اتصاليا، وصولنا لهم اسهل وروحتنا وجيتنا معهم افضل. وايضا قاعدين يفكرون في مساله انه العراق الان افضل من الناحيه الديمقراطيه، فنستفيد منهم اكثر من هذا الجو. تمام؟ والشيخ احمد الجابر واعي لهذه النقطه، وهو لا يريد أن يستعجل في هذا المجال، يبي يعطي المجتمع والبلد فرصة التدرج البطيء حتى الكل يستوعب، حتى لا تنشأ هناك مشاكل. فكان الحل في هذه المسألة أن يجيبون من مصر، عفوا من فلسطين، أن يجيبون من فلسطين. وافق المجلس على هذه الفكرة. ايضا المشكله نفسها تكررت فيما بعد في فرص اخرى بعد المجلس التشريعي اظن بال 45، نفس المشكله انه المنهج نبي منهج عراقي، قالوا لا نبي منهج مصري، وصارت مشكله وفي ناس وضعوا بالسجن وصارت في منشور بال 45 بعد المجلس، مو اي المجلس مسؤول تكررت عنها. يعني. اي تكررت، لانه هو هذا وعي المجتمع، هذا المجتمع يفكر بهذه الطريقه. فهو يرى مثلا في تبريرهم أن المناهج العراقية مناهج قومية، بينما المناهج المصرية مناهج وطنية تركز على الوطن ما تركز على القوم. كان هناك التوجه القومي كبير في الوطن العربي في ذلك الوقت، فالكويت كانت منجرفة، أو كثير من شعب الكويت أو المثقفين الكويت يتطلعون إلى القومية العربية بهذا الشكل، فيبون المنهج العراقي، فصارت مشاكل على بسبب هذا الموضوع. المهم أنه التصادم اللي ما قبل المجلس التشريعي كان موجود، موجود تصادم مثل ما قلنا مجلس 21 انحل بسبب الخلافات،
وما طلع ما رجع مرة ثانية، ثم نشأت فكرة البلدية، مجلس المعارف، ثم المكتبة الأهلية، ثم النادي الأدبي، ثم كذا، ثم أشياء كثيرة. هاي كلها تدل على أن المجتمع ما توقف، ولكن كان بطيء، وكان يتعامل مع الأمور بهدوء وبشكل متدرج، حلو. حتى وصل إلى يعني عام 38، والقصة اللي معروفة وكيف بس نشأ اي من في حدث مهم اللي هو اضراب التكاسي، يعني كأنه هي سالفة بسيطة ولا شنو بالضبط موضوعها؟ يعني ليش صار كل هذا من ضمن الاحتجاج؟ هذه السلسلة عبد العزيز، من ضمن هذه السلسلة، سلسلة الانفراد بالحكم، وسلسلة انه ليش القرار هذا. فالشيخ احمد الجابر رأى انه في خطر على المجتمع، واتخذ قرار، قال يبغى التكاسي ما يطلعون مع حريم برا البلد، ممنوع هذا اللي القرار، بيروحون يعني النزهة يسمونها أو اللي يكشتون. اللي يطلعون برا السور، اللي يطلعون برا السور فممنوع، خلى قرار بهالشكل هذا. فقاموا التكاسي، هم كلهم شنو 10 15 واحد، ما اعداد إيه بسيطه مو يعني. عدد كبير يعني. إيه قالوا يبا احنا اذا كذي احنا مضربين عن العمل، راحوا ولاحقوهم وعرفوا من هم وكذا، وتمت معاقبه كم واحد الى اخره. ومحمد براك ما هو سائق تاكسي، ولا عنده سياره تاكسي يكد عليها في ذلك الوقت، انما بس ليش هو برز اسمه عيل في هذه الفترة؟ شخصية خلنا نقول يعني اندفاعية، في وقت ما أو في ظروف ما كان يتعاطف مع كثير من القضايا وينسى نفسه. فيعني يبدو أن يعني هذا الاندفاع هو اللي خلاه يكون دائما عين الحكومة، أنه قضوا أكيد وراهم محمد البراء، أكيد وراهم فلان كذا. وهو مسكين يعني، رجل ما له علاقه في الموضوع، ولا في تأجيج الناس على اي شيء او تعريضهم على اي شيء، انما يعني شاف ان كانهم مظلومين فتعاطف معاهم لا اكثر ولا اقل، فاخذوا الحكومه وعاقبوه، وبعد ذلك طبعا الناس ما رضت، ويعني بدأت تتكلم في هذا الموضوع، وكان له عواقب سياسيه. انا ما يعني أقدر أتكلم في تفاصيل كثيرة في هذه المسألة، لكن كان له عواقب سياسية هذا الموضوع. هو سلسلة من أو حلقة من سلسلة طويلة من عام 21 إلى عام 32، كلها تحكي قصة رغبة الشعب في الانفتاح، في التطور، في المشاركة السياسية. الشيخ أحمد الجابر ما عنده مانع، والدليل على ذلك الله يرحم الشيخ أحمد أعطاهم، أعطى الكثير للمجلسيين كما يسمونهم أو أعضاء المجلس، أعطاهم الكثير، لكن هو كان عنده نظرة وعنده وجهة نظر. بغض النظر أنت توافق أو ما توافق، يبقى أن هذه وجهة نظر أمير البلاد، وهو في النهاية المسؤول عن مثل هذه القضايا. فهو يعني حصلت الصدام بسبب اختلاف وجهات النظر، ووصلوا إلى طريق وقد حصل، مسدود. يعني مثل ما انت نعم قلت ان الناس كانت تتطلع الى اصلاح سياسي وكذا، وحصل ذلك في عام 38، اللي حتى البعض يقول ان دستور عام 38، وانا يعني قراته، يعني كانت الكويت تشبه بريطانيا، يعني المجلس هو التشريعي والتنفيذي في نفس الوقت. يعني ايه حتى صار خلاف في دستور الكويت، ان بالتوقيع نحن واحمد الجابر امير نعم الكويت، يعني كان نعم رافض، قال أخليها حاكم الكويت. يعني إلى هذه نعم الدرجة، وكان وصل يعني المطالبات في الإصلاح السياسي. فبما أن نعم احنا عنواننا 38 وما تكلمنا عنه، لكن هذه طبعا كانت مقدمات لابد منها ومهمة، فالحين نتكلم نعم شنو صار في عام 38، شلون قام المجلس، وشنو الإنجازات اللي سواه، بعدين ليش صار الحل، ونخوض في التفاصيل يعني وقتها. بس بالبداية شنو اللي صار في عام 38؟ مثل ما قلنا، كل ما حصل قبل عام 38 أدى، كل ما حصل نقصد فيها من تطورات مختلفة، من مشاكل مثل موضوع إضراب التاكسي، من تأسيس شو اسمه دوائر حكومية، من قضايا تتعلق حتى قضايا شخصية، حتى فتن مذهبية حصلت قبل عام 38. كل هذا أدى إلى قناعة، قناعة كان آمن بها مجموعة من شباب الكويت، المثقف الواعي، وهم النخبة، من أبناء النخبة في البلد،
ودرسوا بعضهم في الخارج وسافروا وايد ومطلعين على كل ما يدور في المنطقة من تطورات سياسية وغيره. قالوا احنا يعني لازم نرجع إلى سابق عهدنا، لازم احنا نحاول ان نقنع السلطة، نقنع الحكم، نقنع الشيخ أحمد بأن يلتزم بالعهد اللي قطع على نفسه لما تم مبايعته أميرا على الاتحاد. لاحظ ان القناعة هذه مروا فيها من عام 21 إلى 38، 17 سنة تقريبا أو 16 سنة وشوي. وهم يعني طبعا اختلفوا الناس، في البداية كانوا رجال أكبر سنا، بعدين جو شباب. المهم أنه انتقلت الأفكار إلى أن وصلوا في عام 38 وقالوا تعالوا يوه إحنا نبي نشكل كتلة وطنية، سموها كتلة وطنية. هذه الكتلة نبي إحنا نطالب بالحكم بإنشاء مجلس تشريعي يشارك الأمير في الحكم. كانت سرية هذه الكتلة ولا علنية؟ سرية، كانت سرية، سرية حتى عن رئيسها الشرفي، رئيسها الشرفي اللي هو المرحوم محمد ثنيان الغانم، هو معروف هو رئيس الشرفي لهذه الكتلة. لما قال لهم منو أنتم؟ قالوا لحنا ما نقدر نتكلم، احنا بايعنا أنفسنا وربعنا على أن ما نتكلم عن الأسماء، بس احنا نتكلم أنا فلان وهذا فلان، احنا عيالكم، احنا نبي نسوي هالشيء الفلاني، وحنا نبيك تكون رئيسنا الشرفي. فتمت الموافقة وبدوا يتحركون، كتبوا كتاب حق الشيخ أحمد الجابر يطلبون منه أن ينفذ وعده اللي على أساسه انتخبته الأمة في عام 21. احنا الشيخ بس أحمد عمي الجابر، اسف، في شيء ما كنا قايلينه لما تكلمنا عن 21، ان نعم وجهاء الكويت لما اجتمعوا كانوا حاطين 3 خيارات في الحكم، اما احمد الجابر او عبد الله السالم او حمد المبارك، فوافق إيه. احمد الجابر على الاصلاح السياسي هذا، يعني مثل ما انت قلت ان قالوا له على اللي انت وافقت عليه. هي كلام صحيح، هو مو حاطين شروط، انما هذه قالوا الخيارات منو اللي يصير امير. الاختلاف على اختيار الامير كان مو اختلاف هو، انما يعني مشاورات حول القضيه هذه. هم عارفين انه الشيخ احمد الجابر هو الاولى، ما فيها روح وتعال، الأكبر سنا. لكن اي اكبر سنا، بينهم 5 سنين بينه وبين الشيخ عبد الله السالم، لكن يميلون الى عبد الله السالم يعني اهل الكويت اكثر في ذلك الوقت. فاللي حصل انه راحوا له وقالوا له اذا انت تبي يعني نبايعك احنا نبايعك. طبعا هم حاطين في بالهم انه ممكن يرفض، فاذا رفض كان ممكن يروحون حق الشيخ عبد الله السالم. الشيخ حمد، الشيخ ناصر المبارك اظن هو الثالث، الخيار الثالث، هو انسحب يعني لما حطوا اسمه، هو طلب حمد انه يشيلون المبارك اسمه. إذا ما خاب ظني، حمد. حمد المبارك، يا حمد إي يا ناصر ما اتاكد، يمكن حمد مو مشكلة. إي طلب انه يسحب اسمه من الموضوع على اساس انه ما له رغبه في هذه المساله. فلما راحوا للشيخ احمد الجابر طلبوا منه انه يعني يبايعونه، ما عندهم مانع لانه هو الاولى، على اساس ان يكون هناك مجلس، فوافق. هذا موضوع بس في 38 ذكروا الشيخ احمد بان هذا الاساس اللي على اساسه تمت مبايعته، ونرجو انك تعيد الحياه او تعيد انشاء مجلس تشريعي. فطبعا وافق بعد نقاش في القضيه، فيها تفاصيل احنا ما نبدش بكل التفاصيل، احنا الموضوع اي لانه الاهم ما هو يمدي صح، اي الاحداث اي بشكل نعم عام. اي بالضبط. فوافق وعلى طول استعجلوا في المساله. والشيخ عبد الله السالم رحمه الله، هو طبعا اشترط عليهم، قالوا النبي عبد الله السالم يكون رئيس للمجلس، فقالوا له طال عمرك احنا يعني راح نكون مجلس نزيه منتخب، فما نقدر احنا نقول لك والله لازم نحط عبد الله السالم. بس هم داخل قرارات انفسهم كانوا ما يبون غير عبد، ماكو احد غير عبد الله السالم يكون رئيسا للمجلس الا هو يعني. اي بس ففعلا بعد ما ما يبونها يعني امر عليهم، يبون هم يختارون ما من يبون نفسهم. امر، على اساس انه الجماعه يبون ديمقراطيه، يبون مشاركه سياسيه حره، تمام؟ وفعلا هذا اللي حصل بعد الانتخابات الاولى، واللي شارك فيها مجموعه قليله من المواطنين، يعني يمكن اعتقد 300 واحد او شيء من هذا القبيل اللي إيه شاركوا. أنا هم كنت راح أسألك عن هذا الموضوع، ليش كانت الانتخابات
يعني انت قلت 300 واحد، لكن هذا مو الناس ما راحت صوتت. انا اعتقد انه كان ممنوع اي احد يصوت، يعني في ناس معينين اللي يصوتون. ليش بالدعوة يعني إيه؟ صار هذا الشيء؟ لأن يعني هذه عملية تأسيسية وليست عملية يعني مبنية على نظام انتخابي، ما في نظام انتخابي. فهم علشان يخلصون العملية، وبدل ما يكون في نقاش طويل على القضية واعتمادات وموافقات وكذا، قالوا يبقى احنا الحين نسجل منو اللي موجود في الكويت من أعيان البلاد، فسجلوهم اطلعوا حوالي 300 واحد ابغى وشاركوا فيها كل اطياف المجتمع، على عكس ما يعتقد بعض الناس. بعض الناس يعتقد ان في كان عجل لفئه معينه في المجتمع، غير صحيح هذا الكلام. فشارك فيها كل اطياف المجتمع الكويتي وصوتوا، وكانوا اعتقد 15 واحد في البدايه، وعلى طول من اول جلسه صوتوا لان يكون الشيخ عبد الله سالم رئيسا للمجلس. إيه بس فحضر عفوا، الشيخ احمد إيه لأن أنا في عبد الله سالم. أمور، إيه عبد الله السالم، بس في أمور على حسب ما أنت ذكرت أيضا سامعها، أن كانت الانتخابات على طبقة معينة، وأيضا في مثلا يعني مثلا خلينا نقول الشيعة ما كان يحق لهم تصويت، يمكن يعني ما أدري هل هذا سبب قومي يعني ولا كان في تشتت، شنو ما أدري هل المعلومة لا صح. مو أنت صحيح، قلت ما مو صار صحيح هذا عبد الشيء، العزيز، إيه مو صحيح، فهل مو صحيح هذا الكلام. حتى الشيعة شاركوا في اجتماعات المجلس التشريعي الأول، ترى مجلسين مو مجلس واحد احنا الأول نتكلم أيضا عنه. صح قالوا إنه ما أسهر ولا لا المجلس الأول، المجلس التشريعي الأول اللي هو في سنة 38، احنا نتكلم عن هذا المجلس الآن، شارك فيه كل أطياف المجتمع. غير صحيح أن الآخرين ما شاركوا فيه، أو بعض فئات المجتمع ما واضح. شاركوا. يعني هذا الكلام غير صحيح، وانا انفيه والواقع ينفيه كذلك. تمام. فالنتيجه ان صوتوا في من اول جلسه ان يكون الشيخ عبد الله سالم رئيسا للمجلس، وطبعا الشيخ احمد اليابر طلب من الشيخ عبد الله انه ما يشارك في الجلسات، بس يكون موجود في وقت الحاجه في وقت الضروره، لكن ما يشارك معهم في النقاشات وسن القوانين الى اخره. طبعا في البدايه نشات من اول المسيره نشات المشاكل يعني. لازم فكانوا سياسة هم إيه اي يعني هم يعني كانوا يريدون شيء، والشيخ احمد الجابر يبي التدرج طبعا. في المسائل على الراحه. ف يبون يحطون قانون. انت الحين شلون تشتغل؟ انتخبت مجلس وفي رئيس وفي اعضاء، بس شنو المطلوب منه؟ لازم تكتبها بشكل قانون ترفعها لسمو الامير إيه حتى يوقع اللوائح أو عليها. الدستور خلينا نقول نسميه مو اللوائح، دستور القانون تأسيسي اللي هم حتى خمس قبل مواد حتى. الدستور. اي بالضبط، هذا هو البدايه، وليس الدستور، ليس الدستور البلاد، الدستور بعدين في المجلس الثاني وليس المجلس الاول التشريعي. تمام. ففي البدايه كان خلاف على القانون، صار في خلاف على بعض الكلمات استخدمت وكذا، وتم الاتفاق وفعلا صدر القانون. فاعطاهم الشيخ احمد الجابر، وهذا دليل دامغ على من يقول بان السلطه او الشيخ احمد لم يكن يرغب في الديمقراطيه، هذا غير صحيح، بل كان يرغب بذلك، لكن له وجهه نظر، وهؤلاء لهم وجهة نظر، وكلهم يجب أن تحترم وجهات نظرهم ويعملون مع بعض بهدوء للالتقاء ثم الوصول إلى شيء متفق عليه. تم الاتفاق على القانون وأعطاهم الصلاحية، و يعني وصلاحيات صراحة يعني فذة. أنا أطلب من الأخوان المستمعين والمستمعات أن يرجعون حق نص قانون المجلس التشريعي الأول 1938. موجود كل بهالكتاب النصوص موجودة. يعني ما شاء الله، المرحوم خالد سليمان العدساني ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وفندها وسطرها وتكلم فيها، ولكن مع ذلك هذه رواية خالد سليمان العدساني، احنا ما نشكك في نزاهته ولا نشكك في يعني كتابته وتوثيقه لهذا الحدث المهم والمنعطف التاريخي الكبير في الحياة السياسية الكويتية، لكن هذه وجهة نظره، هذا هو ما رآه وما عايشه. هل هو دخل في قلب الشيخ أحمد الجابر وعرف ما يفكر فيه؟ أبدا، بالعكس. يعني أنا لما قرأت المذكرات هذه مثلا وجدت أنه يثني على الشيخ أحمد الجابر في كثير من المسائل، يبقى إثناء كبير. التحليل السياسي يبقى أمر يعني نختلف عليه. نعم، لكن هناك اختلاف، يعني الاخوان اثنين في بيت واحد من ام وابو
ايضا يختلفون، فما بالك في توجهات سياسيه وبلد الى اخره. فنشات الخلافات وتدرجت وتصاعدت وتصاعدت حتى وصلت الى قضيه السلاح. وطبعا السلاح ليس يعني اشهار السلاح وقتل بعضهم البعض، عفوا، لا، المقصود ان لان المجلس التشريعي اعطي صلاحيه ان يقوم مقام الامير في مساله الامن وحماية البلاد إلى آخره. فتم يعني أخذ السلاح من قصر السيف واحتفظوا فيه المجلس التشريعي، وعليه مسؤول، وفي شرطة تابعين للمجلس التشريعي مو تابعين للشيخ أحمد الجابر، عرفت شلون؟ يأخذون أوامرهم من المجلس التشريعي، وهذا كله برضا الشيخ أحمد. يعني شوف شوف النية شلون كانت طيبة، والنية كانت فعلا في التعاون في بينهم في هذه المسألة. هناك دور غافلين عنه، او مو غافلين عنه، كثير من الناس غافلين عنه، مو كل الناس، اللي هو دور العراق ودور البريطانيين. يعني انا دائما لما انظر الى هذا الموضوع انظر له من اربع زوايا، مو من زاويه واحده، اللي هي زاويه المرحوم خالد العدساني. خالد العدساني كتب ما استطاع وما شاهد وما كان يعتقد. انتهى ناخذ كل الموضوع. الروايات بعدين نستلخص منه التاريخ. هناك روايه بريطانيه للاحداث، وهناك دور جوهري للمعتمد البريطاني آنذاك في الكويت، وهناك دور عراقي في هذه المسألة، لأن المجلسيين كان لهم تنسيق مع الملك غازي في العراق في هذه المسألة. وهناك من يشكك، وأنا أحب أني أقول هذا الكلام واضح بشكل مباشر وواضح أمام الإخوان والأخوات، لم يكن المجلس ولا أعضاء المجلس يسعون إلى تغيير الحكم في الكويت مطلقا. هذا بالنسبة لي أنا كباحث في التاريخ ما عندي شك فيه يعني أبدا. ما صوتوا أعضاء المجلس، ما صوتوا على انضمام للعراق؟ لأن هذا السؤال وايد سألوني إياه لما أعلنت إن بنتكلم عن هالموضوع. أبدا أبدا ما صوتوا بأن، شنو سالفة إذاعة الزهور اللي في العراق؟ لو أنت قرأت، لو أنت قرأت محاضر الجلسات ومذكرات خالد العدساني في هذا الموضوع، لم يذكر مطلقا هذا الموضوع، ولم يذكر أن هناك تصويت أبدا، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد. أصلا ليس من صلاحيات المجلس التشريعي أن يدخل في هذا الموضوع. يعني هو لما أحمد جابر رحمه الله فوضهم في أمور البلاد وفي وضع القوانين وفي يعني تطوير البلاد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وإلى آخره، تمام، ما أعطاهم تفويض في مسألة أنه ينضمون إلى دولة أخرى ولا ما ينضمون إلى دولة أخرى أبدا. فهذا ليس من صلاحيات المجلس التشريعي، رقم واحد. رقم اثنين، أعضاء المجلس أتيحت لهم أن يتعاونوا مع المعتمد البريطاني ويجيبون حاكم آخر غير أحمد الجابر، ورفضوا في أكثر من مناسبة. يمكن اللي ده أعرفه اللي يدل على وطنيتهم يعني. نعم، ثلاث مناسبات مو واحدة، واحدة مباشرة مع المعتمد البريطاني، ومرة واحدة في كتاب، ومرة في نقاش جانبي خارج المعتمدية البريطانية. بس في المعتمدية ذكر لهم انه اذا تبون اعطيكم، انا سووا لي كتاب من 50 شخص يوقعون عليه عندكم من اهل الكويت، من رجال الكويت، واطلب انا من الحكومه البريطانيه ان تجيب لنا المستشار ويكون هو يدير البلاد. بل لما رفضوا هم قالوا لا يبا، احنا مو جايين نغير الحاكم، واحنا ما نبي غير الصباح، واحمد الجابر هو حاكمنا واحنا تحت امره. ما قلنا احنا هذا الكلام ابدا. راح هو وكتب كتاب، هو ديغوري، هذا اللي يسمونه ديغوري المعتقد البريطاني، كتب كتاب الى الشيخ احمد الجابر يقول له انه السلطات البريطانيه، شوفوا ما يبي يحط نفسه في المساله، ان السلطات البريطانيه طلبت مني اني اسالك، ما تحتاج مستشار نيبه يساعدك في الحكم. هذا الكلام أنا عشان ما أنسى التاريخ في 19/1/39، آسف، شهر 1/39، بعد يعني في ما نحل المجلس
في 19 واحد 39 بعد ما نحل المجلس الثاني، مو مجلسين احنا قلنا، المجلس الاول 38 مدته 3 شهور، اخر 3 شهور من سنه 38، المجلس الثاني 3 شهور ايضا في مارس انحل وخلاص ما رجع بعده. فهي لذلك سليمان خالد سليمان عساني يقول في مذكراته، كاتب الطبعه الاولى مالته، نصف عام من الحكم الحكم النيابي. النيابي في الكويت، نصف عام، فهي 6 شهور القضيه كلها هذه. فالشيخ احمد الجابر رد عليهم قال لا شكرا، ما في، اذا في داعي ان شاء الله نكلمكم في المستقبل. فهو رفض، وهذه وثيقه انا ناشرها بعد من زمان، من 10 سنين تقريبا او شيء من القبيل، سؤال موجه من ديغوري الى الشيخ احمد الجابر يقول له تبي مستشار، احنا بنوفر لك مستشار. طبعا في دول اخرى في الخليج طلبت مستشار او فرض عليها مستشار بطريقه او باخرى، وهذا المستشار سلب صلاحيات الحاكم، فكان ما له دور في فتره مؤقته طبعا، تمام، وبعد ذلك تغير. ف احمد الشيخ احمد جابر كان واعي لذلك وكان على قدر المسؤوليه، ورد بكل شفافيه على السلطات البريطانيه اللي هي قاعد تحمي الكويت خارجيا. فرد عليهم لا يبقى، ما نبي احنا مستشارين، واذا احنا نبي مستشار احنا نشوف امورنا وندبر حالنا. رفض ذلك. فالمجلسيين او اعضاء المجلس التشريعي او الكتله الوطنيه وشبابها ما كانوا يبون يعني يغيرون الحكم، هذا مطلقا غير صحيح، وثبت على لسان البريطانيين انفسهم في هذه الرساله اللي دزها، في رساله اخرى ارسلها الوزير، وزير في الهند، وزير الخارجيه البريطاني الهندي او الهندي البريطاني، ارسل رساله مباشره، العاده لو ما يرسل رساله مباشره الى المعتمد البريطاني في الكويت، لكن لاهميه الموضوع ارسل رساله في شهر 3 يقول له، شهر 3 39 بس عفوا، يقول اللي في له الهند هذا كان مسؤول عن حتى الخليج صحيح؟ يعني هو مو اي فقط طبعا، في هذا وزير ايه، بس الخارجيه، عشان ان نستوعب. اي الهند لها حكومه بروحها، نائب الملك، نائب ملك بريطانيا في الهند هو اللي يدير الهند كلها، وهذا النائب له حكومه، ففي عنده وزير خارجيه، وزير خارجيه يعين السفراء اللي احنا نسميهم معتمدين بريطانيين. حلو. اي ففي بس شيء اسمه عشان نعرف معتمد، الصلع. اي في شيء اسمه معتمد، وفي شيء اسمه مقيم، المقيم سفير على سفراء، رئيس سفراء. فاللي كان مسؤول عن الخليج كله موجود مكتبه في بوشهر، يسمونه المقيم البريطاني، واللي موجودين في الخليج تابعين له، يراسلونه وهو يكتبون له في بوشهر، يسمونهم حلو، معتمدين. شنو رؤيتك بالرسالة هذه؟ فالوزير مباشرة، الوزير أرسل رسالة إلى المعتمد في الكويت خلافا للقاعدة البروتوكولية، وقال له هل صحيح أن المجلس، اللي هو يقصد فيه المجلس التشريعي، أن المجلس صوت لصالح انضمام الكويت إلى العراق وطالب فيها؟ رد عليه المعتمد البريطاني، الرد بريطاني وليس كويتي، لا من قبل الشيخ أحمد الجابر ولا من قبل المجلسيين، من قبل البريطاني المسؤول في الكويت. يقول له أبدا هذا الشيء ما حصل، أصلا المجلس لم يجتمع، صار له فترة ولم يتخذ أي قرار، ناهيك عن قرار انضمام. فمو صحيح، مو صحيح، أنا حسب اجتهادي طبعا، وحسب اللي أنا قريته واطلعت فيه، واللي أنا مقتنع فيه، واللي أنا شفته، أتيحت لهم الفرصة عدة مرات أن يعني يتعاونون مع يعني أطراف أخرى لتغيير النظام في الكويت، ورفضوا، ما يبون. واضح. يوم من الأيام الشيخ أحمد الجابر بنفسه قال أنا أقدم استقالتي، لما احتدت الأمور فيما بينه وبينهم على مسألة معينة ما أحب أذكر تفاصيلها، بس الناس أكيد تعرفها أو بعض اللي قارئين في المسألة يعرفونها. فلما احتد النقاش وكذا قال خلاص أنا بقدم استقالتي، شوفوا لكم أمير ثاني. قال لهم كذي، إيش قالوا له؟ كان بإمكانهم لو هم يبون يغيرون نظام الحكم قالوا توكل على الله، احنا نشوف لنا واحد من ربعنا يصير أمير على الكويت، كان ممكن يكون كذي توصل المسألة. كان ردهم أبدا أبدا، ما تستقيل يا شيخ أحمد، أنت أميرنا وتبقى أميرنا. هم المجلسيين أنفسهم يقولون هذا الكلام، وهذا ثابت بالتاريخ، موجود في أكثر من رواية. يعني نفس، ممكن نقول نفس ما حصل في الغزو، يمكن في خلاف يحتد، لكن يبقى يعني
ان الطرفين متوافقين ان من هو الحاكم من هو المحكوم، يبقى الخلاف خلاف سياسي داخلي فقط مو اكثر من ذلك. الخلاف في درجة السرعة، لذلك الشيخ يوسف بن عيسى اللي عايش هذه الأحداث كلها بكل تفاصيلها، وكان هو له دور أساسي جوهري في المسألة هذه، في مواجهة الشيخ أحمد والتردد عليه والطلب ثم العودة إلى المجلس وكتابة والنقاش واتخاذ قرار والعودة إلى الشيخ عبد الله السالم، يعني الشيخ يوسف كان له دور جوهري من البداية حتى النهاية، واستمر بعد ذلك حتى بعد المجلس. يقول في كتاب، في كتابه أظن من الملتقطات أو ايه بس آسف، قبل لا يقول في كتابه، لان انا اتوقع احنا يمكن يعني قربنا نخلص، بس اتوقع الحين دقيقتين وراح يطفي هذا بروحه، فبس ايش رايك انا اسكه ونرد ندش عشان ما يطفي بروحه، يعني ناخذ راحتنا، يعني احنا 10 دقائق ان شاء الله. افتكر وخلصوا. انا بس انتظرك انا الحين. انا راح نفس قبل شوي قلت لك هذه الدائره اللي فوق تضغط واسوي نفس العمليه اللي سويناها في البدايه، لانه تفضل راح يطفي بنص حديثنا عشان قبل لا يصير هذا الشيء، تفضل ونشوف يوسف بن عيسى شنو يقول في كتابه. ان شاء الله. خوش، يلا يعطيكم العافية. ضبط، هلا والله. أهلا وسهلا مجددا بعد الفاصل على قولتهم. يلا تفكر. إيه شنو يقول يوسف بن عيسى في كتابه؟ يقول في كتابه، ويعني صراحة الله يرحمه الشيخ يوسف عيسى، أنا واحد من المعجبين فيه لأنه ترك لنا إرث كبير. يعني أتمنى من كل مهتم بالتاريخ ويحب يقرأ في تفاصيل تاريخ الكويت يرجع إلى كتب الشيخ يوسف بن عيسى، وخصوصا كتاب الملتقطات وكتاب مختص كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أظن مختصر، لا مو مختصر تاريخ الكويت، في كتاب ثاني له مشهور، كتابين يعني ذيل المهمين، إذا رجعت لهم تلقى فيهم الكثير من العبر خصوصا ما يتعلق بالتاريخ السياسي. يقول في هذه المسألة هو بعد السنوات هذه، يقول أنا أعتقد أن المشكلة كانت في مسألة السرعة، السرعة في تحقيق التطور. فيقول الشباب، يقصد المجلسيين وأكثرهم شباب، يعني في بعضهم رجال كبار بالسن وكذا، بس أيضا بعضهم شباب. فيقول الشباب مستعجلين، يبون كل شيء خلال 6 شهور أو 5 شهور أو 4 شهور أو سنة، يبون كل شيء يتغير في الكويت من 0 إلى 100%، وهذا يعني استعجال شديد، يعني مو قضية إنه غلط، لا، لكن تحقيقه في السرعة هذه مستحيل، وراح يخلق كثير من المصادمات، مو مع الحكم بس، مع فئات المجتمع كلها، من يعني تجار، من أدباء، من شعراء، من مذاهب، من أفكار سياسية إلى آخره. فأنت علشان تحقق ما تريد يجب أن لا تستعجل. أعتقد تلخيصه مهم ويصيب على قولتهم كبد الحقيقة، لأنه هو عايش هذه المسألة، وهو قاعد يقول إن المشكلة في السرعة فقط. شيخ أحمد يبي كل هذا بس ما يبي بهالسرعة هذه، ولازم يأخذ بعين الاعتبار كثير من الأمور الأخرى اللي هم ما يعرفون عنها ولا يحسون فيها، كونه هو اللي قاعد يدير البلد، وهم متحمسين ومستعجلين، ويبون شايفين العراق صار فيها من تطور ومن حكم ومن دستور ومن مجلس أمة عندهم وانتخابات إلى آخره، وشايفين ايش قاعد يصير في الهند بسبب الاحتكاك في الهند إلى آخره، فيبون كل شيء بيوم وليلة. يعني ربما يكون يعني تحليل الشيخ يوسف بن عيسى وهو اللي عايش الحدث كامل ودور كبير له فيه، ربما يكون هو الصواب في هذه المسألة، الله أعلم. حلو، لكن النية، نية الطرفين طيبة. واضح. زين، ابي المجلس 38 شنو ابرز انجازاته؟ يعني انا حتى قبل 3 ايام كذي واحد من الربع كلمني قال لي افتكر انه كان عندهم قانون جنسية متطور، يمكن متطور اكثر من الحين، يعني ما كان مثلا مربوط بالدم، يعني مربوط بامور اخرى وكذا، فشنو اهم انجازاته؟ يعني حتى في موضوع الاحتكارات بعض الشركات، يعني شنو أبرز الأمور اللي سواها المجلس خلال الفترة واحدة من الستة الأمور، أشهر؟ واحدة شيء من الأمور، تفضلت قانون الجنسية، نقطة مهمة قبل أجاوب على السؤال، اللي هي أن المعتمد البريطاني والمقيم البريطاني، المقيم إلى الكويت والتقى بالمجلسيين،
فناقشهم قال لهم انتوا ما خليتوا مجموعه من الشعب تصوت، هل هذا صحيح؟ اشرحوا له واقتنع بكلامهم. هم ايش قالوا له؟ آسف بس قبل شوي بالبث اللي طاف في أحد كان كاتب لي تعليق إن اللي كانوا يدفعون ضرائب هم فقط اللي كانوا يصوتون، هل هذا صحيح ولا يعني شنو دقة هذه المعلومة؟ ما اعتقد كان هذا التصنيف، ما اعتقد كان هذا التصنيف، لكن هناك الكثير من المستجدين، الكثير من المستجدين اللي اتوا الى الكويت في فتره الثلاثينيات. ف بغض النظر يعني هو اللي صوتوا في المجلس صوتوا سنه وشيعه عرب وعجم كذلك، لكن من الذين ثبت وجودهم بالكويت فترة طويلة، وليس المستجدين اللي صار لهم كم سنة وقالوا احنا لازم ندش ونصوت. تمام، طبعا ما في جنسية كويتية في ذلك الوقت، ما في جنسية، لكن في ناس معروفة وفي ناس مستقرة وفي ناس تروح وترجع وفي ناس توها جاية. فالتصنيف كان على أساس انه والله أهل الكويت المستقرين في الكويت بغض النظر عن مذهبهم وأصلهم و منين واضح جايين. ايه يعني معيار الاستقرار هذا اللي كان ثابت. اي نعم، هذا الكلام قالوا له اياه واقتنع ولم يعارضهم، وهذا بعد حل المجلس الاول، بعدين المجلس الثاني بموضوع ثاني. طيب شنو انجازاتهم؟ احنا ما نبي نقول ان هم كانوا قوه خارقه وان هم يعني سووا اشياء كثيره للبلد. احنا نقول، او اللي انا قريته يعني وشفته، ان هم كانوا يحاولون الإصلاح، يبون يعدلون بعض الأشياء الخطأ. وما في دولة ما فيها أخطاء، ما في حكومة ما عندها أخطاء، إلى الآن إحنا عندنا أخطاء، هذا شيء طبيعي. فهم كانوا يشوفون الأخطاء وما يقدرون يسوون شيء، وتنفرض عليهم بطريقة أو بأخرى. فلما أتيحت لهم فرصة المجلس التشريعي قالوا إحنا خل نعدل الأخطاء اللي موجودة. سمعت بمصنع النامليت؟ أنهوا احتكاره، احتكار النصران أنهوا الاحتكار مثلا. ولا وهذه قضية مو سهلة، يعني قضية فيها مصادمة مع كبار القوم، تمام، في المجتمع. فأنت علشان تنهي هذا، وفيها مصالح تجارية كبيرة، فعلشان أنت تقف وتاخذ قرار تجاه هذه المسائل، فشجاعة. فالمجلس كان عنده الشجاعة وخذ هذا القرار، فأنهى موضوع النامليت، لأنه كانوا يقولون أنه لم يؤسس بشكل صحيح وعادل. نفس الشيء موضوع المصران، لم يؤسس بشكل صحيح وعادل. ثم بعد ذلك دخلت قضية إنشاء الدوائر المالية والمحاكم والأيتام والقضاء وإلى آخره. كل هذه الأمور يعني بدأت تطلع شوي شوية، وكل ما البعثات كذلك، يعني كانوا في طلبة مو على حساب الدولة في ذلك الوقت، يدرسون على حسابهم في الخارج. فمثلا مولوهم في أول بعثة، دزوهم بغداد أظن، أول بعثة كويتية على حساب المجلس راحت بغداد. في اللي بمصر كلموا الحكومة المصرية وقامت تدفع لهم أظن نصف الراتب أو راتب أو شيء من هذا القبيل، وكلهم عددهم بسيط يعني 4 5 شيء من القبيل هذا. فكانت لهم تحركات جادة لإنهاء أي يعني أي أخطاء في المجتمع. ورغم الظروف اللي هم عاشوها، ترى عاشوا ظروف صعبة، المجلسيين والشيخ أحمد جابر كذلك عاش ظروف صعبة جدا جدا. يعني من الأشياء اللي احنا يعني نخشى أن نقولها، في أشياء كثيرة نخشى أن نقولها في هذا الموضوع، على أساس أنه مو قصده احنا نتكلم عن الاشخاص والاسماء وكذا، نتكلم عن الموضوع. لكن الشيخ احمد الجابر تعرض لاصابه يوم من الايام في احداث المجلس التشريعي، تعرض لاصابه، اصيب في طلق ناري مثلا. عرفت احنا عشان نتكلم عن هذا الشيء نبي ليش نحل المجلس وشنو صار بعده، يعني اذا مو شرط بالتفصيل الممل، لكن يعني شو اللي صار بعد ما نحل المجلس اللي هو الثاني مو الاول، الثاني الاختلاف يعني على الدستور. الامر اللي انت تو ذكرته عن اصابه احمد اليابر، يعني باي سياق شلون صارت الحادثه يعني من بدايتها مثلا؟
أنا ما ودي أتكلم في تفاصيل الحادثة، لا أنا ودي مشكلة. أتكلم في التفصيل العام حتى ما ندخل في أي حرج. الموضوع حل المجلس التشريعي الأول كان على موضوع السلاح، لأن السلاح كان بيد المجلس التشريعي، وبعد فرصة بعد فترة معينة وجد الشيخ أحمد أنه لا لازم يكون عندي، وأيضا بتحريض من البريطانيين أنه لازم يكون السلاح عندك. فلما طلبوا السلاح شكوا في النية، وكانت الأمور تتصاعد سياسيا، فبدأ الحوار حول القضية هذه، ليش ما ليش، وإحنا مفوضين وإحنا مؤتمنين وإحنا ما عندنا نية سيئة ولا ولا وكذا، وصار تفاصيل كثيرة في القضية هذه حتى انتهت القضية وسلموا السلاح في نهاية الأمر، وحل الشيخ أحمد الجابر حل المجلس الأول. المجلس الثاني كان حل على موضوع الدستور، انه من بدايه المجلس الثاني، والمشروع الوحيد والاساسي اللي كانوا يبون يسوونه اللي هو مشروع الدستور، والشيخ احمد نص على ذلك. الشيخ احمد في جلسه الافتتاح وياهم لما يعني وافق لهم على المجلس الثاني، قال لهم اول شيء يسوون الدستور، نص على ذلك. فبداوا بالدستور وحاولوا ان يوصلون الى نتيجه، ما قدروا يوصلون الى نتيجه، كل ما تقدموا صار في وجهات نظر مختلفه، وتدري كلام الناس، وبعض الناس مدسوسين يحاولون انه يسيئون الى طرف ويشيشون طرف طرف، يعني الدسائس اللي حصلت هي اللي وصلت الامور الى هذا المستوى. الاختلاف كان على المبدأ اللي هو موضوع الدستور، وهم كانوا يرون من امور اخرى كبيره، يعني كانوا يرون مثلا ان تكون الاداره التنفيذيه والتشريعيه، التنفيذيه والتشريعيه بيد المجلس التشريعي. الشيخ أحمد لا يرى ذلك، ويرى يعني أن النموذج الأردني يمكن أقرب لنا، مو النموذج مثلا كذا العراقي أو غيره. فكان التفصيل كله على هذه القضية، والتشاورات مع بريطانيا لها دور في هذه المسألة، تمام. والمعتمد البريطاني كان في البداية مع المجلسيين، ثم انقلب عليهم وصار ضدهم، لأن وجد منهم تشنج في بعض المسائل، ووجد منهم عدم توافق في الفكر وفي التوجه بشكل عام. ودخول بعض الأطراف ومحاولة أن يعني تصعد من المسألة بطريقة يعني خبيثة، الحقيقة واضح من القراءات اللي احنا قريناها، واضح أن هناك محاولات خبيثة لتصعيد الأمور بين الطرفين، حتى وصلت إلى القضية إلى أن الشيخ أحمد لم يستطع أن يستمر في هذا الموضوع 6 شهور وهو مشغول في هذه المسألة. وصلت القضية إلى التسلح وإلى مسيرات داخل البلد إلى آخره، فاضطر أن يأخذ الأمور بنفسه وأن يعيد الأمن والاستقرار إلى البلد. صار اللي صار، وفي كل الأحداث السياسية هناك دائما ضحايا، وهناك ناس تتألم وتدفع الثمن، لكن في النهاية كباحث في التاريخ ومتابع للشؤون التاريخية في الكويت، أقولها بكل قناعة وليس محاولة لتحييد القضية، لا، أن الطرفين كانوا يرغبون في تطوير البلد وتنميتها بكل المجالات. اصطدموا، وهناك ناس تصطاد في الماء العكر استطاعت أن تلوث الجو فيما بين الطرفين، ووصلت الأمور إلى التصادم وإلى حل المجلس بطريقة أو بأخرى، الحل الأول ثم الحل الثاني، ثم هروب بعض العناصر المجلسية أو من المجلسيين إلى الخارج. وهناك يعني أنا وايد أسماء في بالي ودي أتكلم عنها، بس ما أبي أتكلم لأن أعرف حساسية الموضوع بين العائلات الكويتية، لكن هناك الكثير من الأسماء غير الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رحمه الله لها دور كبير في هذا الطرف أو الطرف الثاني، كلهم لهم أطراف وكلهم لهم أدوار قوية، وحاولوا قدر الإمكان أن يطورون البلد من وجهة نظرهم المخلصة، لكن اللي حصل حصل. ويعني إحنا الآن في هذه الفترة بعد مرور كم سنة الحين، من سنة 39 لليوم 80 سنة تقريبا أو أكثر، تقريبا و يجب علينا أن نأخذ الدروس من هذه التجربة.
والدرس الكبير الأساسي هو أن الاختلاف يجب أن يحترم، وأن يكون هناك دائما عندنا حلم وصبر لتحقيق مآربنا المخلصة الوطنية. أنا أتكلم عنها، يجب أن نصبر، ويجب أن نحترم الرأي الآخر، ويجب أن نمشي على الأمور بشكل هادئ وبطيء حتى نستطيع أن نصل إلى يعني مآربنا وأهدافنا الوطنية. يعطيك العافية أبو عبد العزيز، ما قصرت. في وايد ناس قاعد الله يقولون يخليك، يعني إن ذكروا الأسامي، يعني مو كل واحد، ويعني في طبعا أنا أيضا موجودة أطالب. الأسامي، ليش خلوني أقولها؟ موجودة، اللي يبي شوف يقرأ عمي، أسامي يروح في حقها. شيء أحيانا الإنسان يتحفظ من ناحية اجتماعية وهذا مفهوم، لكن في جانب آخر أنا يعني من هذا المنبر حنقول يعني أتكلم للناس إن مفروض منكم تطالبون في الحرية السياسية في الكويت. يعني إحنا وايد نعم هذا الكتاب، أنا لما أشرته كان واحد يكتب شو الفائده، الكتاب ممنوع، فعلا الكتاب ممنوع، انا عنده اليوم مسوي حاط الكتب التاريخيه السياسيه حاطها وراي عمدا، اغلبها ممنوعه. نعم فعلى الناس انها تطالب انه يا جماعه هذه اراء، هذا تاريخ، مو مشكله. فيعني مو نعم والله انت ليش ما قلت، انا بقول بنسجن، انت بتفيدني بتدز لي نعم عدس ولا اكل؟ ما في. فلذلك يعني في علاقه متبادله، يعني الناس لازم تطالب والباحثين ايضا مهتمين وهكذا. نعم انا عمي يمكن انا كنت قايل لك ان بنتكلم عن 38 واحنا بنختم، بس سؤال اخير اذا كنت يعني تتكلم عنه، سؤال اخير، تفضل تفضل لان في تفضل. احد حط السؤال ذكرني، اللي هو نعم طبعا في ناس قاعد تسالني، راح تحفظ اللايف، راح احفظه في راح يكون موجود يعني لا تحاتون. لكن سؤال، دستور 61، لان هذا انطرح حتى الفتره الاخيره، يعني يمكن في سياسي بارز تكلم عنها، انها هذه كانت فكره او يعني فكره بريطانيه، يعني كأن الكويتين ما كان لهم علاقة في الدستور الكويتي، نتكلم عن سنة 61. يعني البريطانيين أرادوا أن الكويت يكون لها دستور وصار في دستور. فيعني شنو رأيك نعم أنت بهالمعلومة؟ ويقال أيضا أن في، أنا أدري أنت سافرت إلى لندن واطلعت على كثير من الوثائق، يقال أيضا أن هناك في وثائق تدل على هذا الأمر، أن البريطانيين في أعداد يمكن 3 أو 5 قالوا حق عبد الله السالم أن حط دستور وكذا، ولا وان الدليل انه في الخليج في حكام يعني يمكن راحوا لانه ما صار. يعني شنو مدى دقة هالمعلومة؟ احنا ودنا اذا عندك خلفية عنها. عندي إثباتات تاريخية في هذه المسألة. يمكن في بعض السياسيين تكلموا عن هذا الموضوع من واقع التحليلات السياسية، أن الكويت تم يعني دفعها أو توجيهها لكي يعني يكون لها دستور، لأن الشعب يطالب بدستور أو شيء من هذا القبيل. ممكن يكون كذي، وهذا الكلام ربما يكون له مصداقية بسيطة، وهو أن الشيخ عبد الله الجابر استلم الحكم سنة 50. عبد الله السالم. فإذا كان الشيخ عبد الله السالم، آسف، الشيخ عبد الله السالم استلم الحكم عام 50. 50. من 50 إلى 65، 15 سنة، والدستور سنة 61. أعرف شلون؟ وين الشيخ عبد الله السالم من 50 إلى 61؟ ليش ما سوى دستور إذا كان يعني دائما يشار لأنه أبو الدستور وأنه هو اللي أسس الحياة الدستورية في البلد؟ صح، هو اللي أسس، سؤال هو مطروح اللي كان، هذا، صح. بس السؤال ليش انتظر 10 سنين بعد توليه الحكم إذا كان الشيخ أحمد الجابر ضد الدستور، وهو استلم بعد الشيخ أحمد الله يرحمه ويرحم الشيخ عبد الله، استلم بعده سنة 50، ليش ما حط دستور سنة 51 و52 و53؟ ما عندي جواب على ذلك، أنا ما عندي، من ناحية تاريخية ما عندي جواب الحقيقة على ذلك. لكن مهما كانت الدوافع في تبني دستور كويتي، فهذا الدستور هو مبتغى الشعب الكويتي منذ عام 21. هذا اللي يبونه أهل الكويت من سنة 21. كانت الحياة تسير بشكل طبيعي ولله الحمد، في مشاورة وما في استبداد وما في دكتاتورية، بس على نظام عشائري قبلي عائلي. وهم يبون شيء منظم، يبون شيء مكتوب، يبون حقوق واضحة لكل الأطراف، مو لطرف واحد، كلنا. فهذا ما تحقق إلا على يد المرحوم الشيخ عبد الله السالم أبو الدستور، وفي سنة 61.
ليش في سنة 61؟ لأن ارتبطت بالاستقلال. قبل 61 كنا تحت الحماية البريطانية، والحماية البريطانية يعني لها ظروف خاصة، وربما ارتباط المسألة هذه في موضوع الحماية هو اللي أجل القضية حتى عام 61. حصلت الكويت على استقلالها، فبدأ إيش الحديث حول موضوع إن إحنا دولة حديثة ونحتاج إلى دستور. وكان في أيام الشيخ عبد الله السالم، فقام الشيخ عبد الله، على فكرة الشيخ عبد الله السالم من الخمسين كل من كان في الخارج مضطهد سياسيا في الكويت سواء خارج الكويت أو داخل الكويت كلهم التفوا حول الشيخ عبد الله السالم، وكلهم احتضنهم الشيخ عبد الله السالم، بل ومسكوا مناصب أيضا. وعوضهم. نعم، عوضهم عن كل سنوات اللي هم يعني حتى يعني خالد سليمان عانوا. العنساني اللي أشرنا إلى كتابه فيما بعد صار وزير. صار وزير، وعبد اللطيف محمد ثنيان، وأما أسماء صحيح كثيرة صحيح. الحقيقة يعني رجعت للكويت واستقرت في الكويت، والله سبحانه وتعالى عوضها عن عمليات الكفاح اللي مرت فيه والمعاناة اللي مرت فيها. فالدستور دستورنا مو دستور إنجليزي يا حبيبي، دستور أهل الكويت، واللي ناقشوه رجالات الكويت من خيرة رجالات الكويت، قعدوا على الطاولة وتناقشوا فيما بينهم، ويابوا أكبر خبير دستوري في العالم العربي آنذاك، وقالوا له اكتب اللي احنا ونبهنا شنو الأخطاء في الصياغة في الفكر في الكلمات. فكان هو دائما يرشدهم ويوجههم في هذه المسألة، لكن الفكر والتوجهات اللي موجودة في الدستور هي توجهات أهل الكويت لا غير، لا من جهة مثل بريطانيا ولا جهة أخرى خارجية. أهل الكويت باجتماعهم وبنقاشهم وباتفاقهم وبمصادقة صاحب السمو ذاك الوقت الله يرحمه الشيخ عبد الله السالم أمير البلاد، تم تبني هذا الدستور، فهو دستور كويتي 100%. 100%. ومثل ما احنا استعرضنا تاريخنا في عام 21 المجلس الشورى والمجالس البلدية المنتخبة في الثلاثينات ومجلس التشريع الأول والثاني 38 39، وأيضا يمكن بعد احنا هذا الشيء ما قلنا في الخمسينات في عهد عبد الله السالم صار في مجالس منتخبة في آخر الخمسينات لكن ما استمرت، وإلى أن صار المجلس التأسيسي في 61 واكتملت العملية. يعني أحيانا تكون في الإيجاب وفي السلب، لكن هذا هو التاريخ وهذا دور الكويتيين في تطور العملية السياسية في الكويت. فأنا أيضا أسوي يعني أكد على كلامك بأن هذا دستور كويتي واللي طالبوا فيه الكويتيين مو البريطانيين. طبعا يعني فيعطيك طبعا العافية يا طبعا، عمي، ما قصرت، الله يعافيك حبيبي، الله يحفظك ويسلمك، وإن شاء الله أن شكرا يعني لك على الاستضافة، الله وشكرا يسلمك للاخوان المستمعين كلهم والمستمعات، الله جزاك الله يسلمك، خير. وسامحونا على القصور يعني إذا كان في شيء. وانتم كذلك سامحوني اذا سبحان الله وقعت في خطأ ولا قلت شيء غلط، إن شاء الله جزاك بإذن الله الله. خير. يعطيك العافية، ما مشكور على قصرت، ذلك، الله الله يسلمك، يحفظك، السلام يا عليكم. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.